بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 122. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقتنا السالفة في كتاب الوصايا، وتحدثتم عن تعريف الوصية وبيان قسميها الواجب والمستحب، ووقفنا عند قوله في أول الكتاب: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله يسن، هذا دليل على أن الوصية بعد الموت بشيء من المال ليست واجبة، وإنما ذلك مستحب. وقوله لمن كان عنده مالا كثيرا يخرج من ماله قليل، قد بينا فيما سبق أن الأفضل لمن ماله قليل ألا يوصي لئلا يضايق الورثة. فإذا توافرت هذه الشروط، كان عنده مال كثير، فإنه يستحب له أن يوصي بأقل من الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فأعلى حد للوصية هو الثلث، وإن نقص عن الثلث فهو أفضل. و الصحابة أوصى كثير منهم بالخمس، فيستحب أن يوصي بالخمس. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله رضي الخمس لنفسه، وذلك في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه، فأوصى بالخمس. وله الحرية أن يوصي بالخمس أو بالسدس أو بالربع أو بأقل أو بأكثر إلى حدود الثلث، أما أعلى حد فإنه الثلث فلا يزيد عليه، فإن زاد عليه لم يصح إلا بإجازة الورثة. ويشترط أن تكون الوصية لغير وارث، أما الوارث فلا يجوز له الوصية بشيء، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يشير صلى الله عليه وسلم إلى آيات المواريث. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له طرقا كثيرة يقوي بعضها بعضا، واشتهر عند الناس شهرة تغني عن السند كما يقول أهل العلم. وأيضا الإجماع، أجمع العلماء على معنى هذا الحديث، وأنه لا يزاد وأنه لا يوصى لوارث. أجمع العلماء على أنها لا تصح الوصية لوارث. نعم. قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء. نعم، إذا كانت الوصية لأجنبي، والمراد بالأجنبي غير الوارث، الأجنبي يعني من الميت بأن يكون غير وارث، فهذا تجوز له الوصية بالثلث فأقل. وأما الوارث فلا تجوز له الوصية بشيء ولو كان قليلا،
اقتصارا على ما شرعه الله له من الميراث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقالوا إن آيات المواريث نسخت قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قالوا هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، فلا تجوز الوصية للوالدين ولا للأقارب الوارثين بعدما شرع الله المواريث. نعم. قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. إذا أجاز الورثة الوصية للوارث صحت لأن الحق لهم، أو أجازوا الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث أيضا صحت لأن الحق لهم. لكن متى تعتبر الإجازة؟ الإجازة لا تعتبر إلا بعد الموت، أما لو أجازوها قبل الموت فإن هذه الإجازة غير معتبرة، لأن الوصية لا يبدأ حكمها إلا بعد الموت، فإجازتهم لها قبل الموت غير معتبرة. فلو أنهم أجازوها قبل الموت ثم رجعوا فلهم ذلك، أما إذا أجازوها بعد الموت ثم أرادوا الرجوع فإنه لا يقبل رجوعهم، لأن الوصية لزمت والإجازة منهم لزمت. نعم. قال: فتصح تنفيذا. تصح إجازتهم لها تنفيذا للوصية، لا ابتداء، وإنما هو تنفيذ لما قاله الموصي، وليس المراد أن ما تبدأ الوصية إلا من إجازتهم، وإنما إذا أجازوها تبين أن الوصية صحت من الموت، من موت الميت. فلو فرضنا أن إجازتهم تأخرت عن وفاة الميت فإن البداية تكون من وفاة الميت لا من إجازتهم، هذا معنى قوله تنفيذا. ويترتب على ذلك ثمرة نماء الوصية، لو نمت قبل وفاة بعد وفاة الميت، لو نمت الوصية بعد وفاة الميت ثم أجازوها فإن نماءها يتبعها ويكون للموصى له. نعم. سأل الله إليكم. قال: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية من ماله قليل، لأن الله جل وعلا يقول: إن ترك خيرا، والمراد بالخير المال الكثير. وكذلك إذا كان وارثه محتاجا فلا يضايقه ويوصي، بل يترك المال له بدون وصية ليتوسع به من فقره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يجوز للإنسان أن يوصي بماله كله إذا كان ليس له وارث، لا بفرض ولا تعصيب، لأن المراعى حق الوارث. فإذا كان الوارث غير موجود فلصاحب المال أن يوصي به كله في سبل البر بعد وفاته لزوال المانع، وهو حق الوارث أو مراعاة الوارث. نعم. وهذا الذي ليس له وارث لو لم يوصي أليس يذهب ماله إلى بيت المال؟ كونه يوصيه أحسن من ذهابه إلى بيت المال، وإذا لم يوصي ذهب إلى بيت المال، لكن إذا أوصى به فإنه لا يذهب إلى بيت المال، بل يكون ثوابه له. يعني ثوابه أعظم لو جعل وصية، أليس إذا ذهب إلى بيت المال يصرف في وجه خير يعود له ثوابها؟ بلى، ولكن كونه يصيبه هو ويعود الأجر كله له أفضل من كونه يذهب إلى بيت المال. يعني يكون فيه نية تعبد منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. إذا أوصى لعدة أشخاص أو لعدة مشاريع والثلث لا يتسع لهذه الوصايا فإن النقص يدخل عليها بالنسبة، مثل العول في الفرائض، فتجمع هذه الوصايا وينسب
ويعرف نصيب كل وارث من المجموع، ثم يؤخذ له من الوصية بمقدار نسبته، ويدخل النقص على الجميع. نعم. وإن تجمع هذه الوصايا وينسب نصيب كل موصى له إلى المجموع، ثم يؤخذ له من مال الوصية بمقدار نسبته إلى المجموع، وهذا ما يسمى بالمحاصة. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. العبرة بالوارث وغير الوارث في الوصية حال الموت، فلو أوصى لغير وارث كان أوصى لأخيه وله ابن، معلوم أن الابن يحجب الأخ، فهو عند الوصية غير وارث، الأخ عند الوصية عند صدور الوصية غير وارث. فلو فرضنا أنه مات الابن قبل موت والده ثم مات الوالد، فأصبح الموصى له غير وارث عند الموت، أصبح الموصى له وارثا عند الموت، فلا تصح الوصية له لأنه أصبح عند الموت وارثا، فلا تصح الوصية له. والعكس، لو أوصى لوارث كما لو أوصى لأخيه وهو ليس له أولاد، ثم قبل الموت ولد له ابن، فأصبح الموصى له غير وارث، فتصح الوصية، لأن العبرة بحال الموت وليست العبرة بحال صدور الوصية. نعم. قال وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. هذا هو العكس بالعكس، يعني مثلنا بالأخ مع الابن، فلو أوصى لأخيه وهو له ابن أوصى له حال الوصية هو غير وارث، ثم عند الموت صار وارثا بأن مات الابن قبل موت أبيه، فأصبح الموصى له وارثا، بطلت الوصية. والعكس بالعكس، لو أوصى لوارث كما لو أوصى لأخيه وليس له ابن، ثم عند الموت رزق بابن، فأصبح الموصى له غير وارث، فتصح الوصية حينئذ، لأنه أصبح عند الموت غير وارث، والعبرة بحالة الموت لا بحالة الوصية. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. يعتبر قبول الموصى له بعد الموت لا قبل الموت، لأن الوصية إنما تصح بعد الموت، فلو قبلها قبل الموت فإن هذا القبول غير معتبر، لأنه قبول في غير محله. أما إذا قبل بعد الموت صح القبول ولو تأخر عن الموت، لو أنه لم يقبل إلا بعد الموت بأشهر أو بسنين صحت الوصية وصح القبول له. نعم. لأنه على التراخي. نعم. يعني الموصى له يقبل وصية الموصي أو لا؟ أي نعم. لو أوصى لشخص؟ أي نعم. ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني فإن ردها مثلا يعني تعادل الورثة لو أن الموصى له لم يقبل، لا تصح الوصية، فتعود إذا لم يقبل لا تصح الوصية، يكون المال كله ميراثا. نعم. قال ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك بالقبول عقب الموت، هذه ثمرة القاعدة، أنه لو قبل قبل الموت لم يثبت له ملك على الوصية، لأنها لا تزال ملكا للموصي. أما إذا قبلها بعد الموت ثبت الملك له عليها من قبوله ولو تأخر. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. لو قبل الوصية بعد الموت ثبتت له، فلو تنازل عنها ولم يقبلها لم يصح الرد، لأنها ثبتت ملكا له. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية. يجوز للموصي أن يرجع في وصيته قبل وفاته، فلو أنه أوصى ثم رجع في الوصية صح رجوعه، لأن الوصية إنما تلزم بالموت. نعم. نعم. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. نعم. أعيد العبارة. وإن قال إن قدم زيد
فله ما أوصيت به لعمر، فقدم في حياته فله. نعم، إذا قال إن قدم زيد فله ما أوصيت له إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر. نعم. فقدم زيد قبل وفاة الموصي، فإن الوصية تكون للأخير لأنه تراجع عن الأول وله الرجوع. أما إذا لم يقدم زيد إلا بعد وفاة الموصي فليس له شيء، وتكون الوصية للأول لأنها استقرت بالموت. نعم. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته. هذا فيما ينفذ في تركة الميت بعد موته. عندنا حقوق، وكما يقول الفقهاء الحقوق المتعلقة بعين التركة، فيبدأ أولا بمؤونة تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وحفر قبره وحمله إذا احتاج حمله إلى أجرة، فمؤونة تجهيز الميت هذه يبدأ بها. ثم يبدأ بالديون، وقيل بالعكس يبدأ بالديون قبل التجهيز، لأن التجهيز يكون على من علم بحاله، وأما الديون فإنها لازمة فيبدأ بها، لكن المذهب أنه يبدأ بتجهيز الميت، لأنه لو أفلس في حال الحياة فإنه يبدأ بحاجته الضرورية من نفقته وملابسه ومسكنه، فكذلك إذا مات تقدم مؤونته مثل مؤونة الحي. ثم الديون التي له التي عليه، سواء كانت ديونا لله كالزكوات والكفارات، أو كانت ديونا للمخلوقين كالديون أثمان المبيعات أو القروض أو غير ذلك، فتنفذ من الوصية. ثم بعد ذلك الوصية، وهي في المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة من الحقوق تنفذ الوصية بشروطها إذا كانت تتوفر فيها شروط الصحة فإنها تنفذ قبل الميراث، وذلك لقوله تعالى لما بين المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالله ذكر الوصية قبل الدين، ولكن الحكم الشرعي أن الدين يقدم على الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، وإنما قدمت الوصية بالذكر قبل الدين، وإن كان الدين يقدم عليها بالفعل لأجل الاهتمام بالوصية، لأن الوصية تبرع من الميت، بخلاف الدين فإنه حق عليه وله مطالب، للدين من يطالب به، بخلاف الوصية فليس لها من يطالب بها، فلذلك قدمت بالذكر اهتماما بها. وإن كان الدين يقدم عليها في التنفيذ لأنه حقوق الآخرين. وفي حديث علي رضي الله عنه يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. ثم بعد ذلك المواريث، بعدما تؤخذ مؤونة التجهيز، وبعدما تؤخذ الديون سواء كانت برهن أو بغير رهن، وبعدما تنفذ الوصية، ما بقي بعد هذه الأشياء فإنه يكون للورثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته. من دين يعني للآدميين، وحج وهو الدين لله عز وجل، حجة الإسلام أو الحجة المنذورة لأنها واجبة عليه بالنذر، أو الزكاة الواجبة عليه بماله إذا توفي قبل إخراجها، أو عليه كفارة قتل أو كفارة وطئ في رمضان أو كفارة يمين، كل هذه الأمور تخرج لأنها ديون
لله سبحانه وتعالى. نعم. وغيره من كل ماله. من كل ماله بعد موته. مقدمة، يعني مقدمة على، تكون مقدمة على الوصية ومقدمة على الإرث. نعم. وإن لم يوصي به، وإن لم يوصي بالديون، وإن لم يوصي بالديون بل تخرج، وإن لم يوصي بها لأنها حقوق واجبة عليه فتخرج ولو لم يوصي بها. نعم. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به. إذا قال أدوا الديون التي علي والحقوق التي علي من ثلثي فإنه يبدأ بها من الثلث، فإن بقي شيء فهو للموصى له، وإن لم يبقى شيء فإنه ليس له شيء عملا بقول الموصي. فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط، كما بينا تمهيدا لقول الموصي. نعم. صاحب التبرع ما المقصود به؟ صاحب التبرع المتبرع له، يعني المتبرع له وهو الموصالة. نعم. شيخ، ما يفضل عن الوصية لو أوصى الميت بثلث ماله في أضحية كما يفعل هنا عندنا كثيرا، الفاضل من ما أوصى به هل للورثة أن يستفيدوا منه؟ الفاضل يرجع فيه إلى القاضي، إلى القاضي، ويقدم مؤونة أو ما يحتاجه الوقف أو الوصية إذا كانت بعقار أو غير ذلك، يقدم مؤونة الوقف وإصلاحه يرصد لها، وإن بقي شيء فإنه يرجع لأقاربه. نعم. المحتاجين. نعم. للورثة؟ لأقاربه المحتاجين، لأنه نعم للورثة أو غيرهم، كل أقاربه، لأنه لم يخصص أحدا. لا يمنع أن يستفيد الورثة من ما فضل عن وجه الوصية، لأنه لم يخصصهم. هنا أما لو خصص وارث هذا هو الذي لا يجوز، أما إذا لم يخصص، لا، هو كان ثلثه مثلا 100,000 ريال وفيها أضاحي، المهم يحتاج 10,000. إذا لم يخصص وارثا فإنه لا بأس أن يأخذ الوارث من 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 ما أوصى به مورثه، لأنه لم يخصصه بذلك. نعم. إنما فضل عما أوصى به الموصي. نعم. حسنا، فيما تحدثتم عنه جزاكم الله خير في الحلقة السالفة في كتاب الوصايا والوصية الواجبة في من عنده ودائع ونحو ذلك، هذا الحقيقة لا يكاد يخلو منها أحد، كثير من الناس يستعير كتبا وأثاث ونحوها، فهل من كلمة توصون بها؟ يمكن بعض الناس يستكثر أن يكتب وصيته أو يقول عندي كذا كتاب لفلان أو استعرت منه كذا وكذا، هل هو داخل في الحرج والواجب أن يوصي الإنسان ويحتاط أو يجعله في مكان معين ليعرفه من بعده لو مات فجأة؟ الواجب على المسلم إذا أخذ أموال الناس أن يبادر بردها إليهم ولا يتهاون بها، لأن بعض الناس يستعير العارية وينتفع بها ثم لا يهمه أن يردها بعد ذلك، وربما تتلف وربما تنسى عنده إذا لم يطالب بها صاحبها. فالواجب على الإنسان أنه إذا استعار عارية وانتهت مهمته منها أن يبادر بردها إلى صاحبها، لأن بعض الناس يأخذون أموال الناس ويستعيرونها ثم يتهاونون بردها، وربما يستحي صاحب العارية من طلبها فتبقى عنده أو قد تتلف عنده، فيكون قد تساهل بأموال الناس. وكذلك إذا اقترض قروضا، قرضا حسنا لدفع حاجته، فينبغي له أن يبادر برده عندما يوسر، ولا يؤخر رد القرض ورد الجميل إلى صاحبه، بل إنه مأمور بحسن القضاء، فكيف بمن يسيء القضاء ويماطل ولا يرد القرض إلا بعد مطالبة وبعد تلكؤ؟ فهذا كله من الإخلال بحقوق الناس. وكذلك إذا استعار كتبا من باب أولى أنه إذا انتهت حاجته منها أن يبادر بردها، أو أن يكتب كتابا يبين فيه ما عنده للناس كما ذكرنا، وهو الوصية الواجبة، وهذا أقل شيء، إذا لم يبادر بردها فلا أقل من أن يكتبها ببيان ويثبتها حتى تعرف وحتى ترد إلى أصحابها.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. فأموال الناس وحقوق الناس لا يتساهل فيها. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.